يعني هذا الشارع العراقي يراقب عند التيار الصدري في بقاء مثلا محافظ الميسان او محافظ النجف، وانه يملكون اغلبيه، يعني دوله القانون تملك وكذلك الاغلبيه في هذه المحافظات. فاذا ما بقي هذه المناصب راح تتوضح اكثر لدى الشارع العراقي ان هناك مؤامره مشترك فيها التيار الصدري. بالتالي ما اعتقد انه التيار الصدري يقع في هذا الفخ، لانه هذه مناصب. اذا كانوا يعتقدون انه مثلا السيد حميد الغزي الامانه العامه لمجلس الوزراء، هذا يعتبرون التيار الصدري من الوظائف الحكوميه، نعم. كذلك في عام شركه الموانئ يعتبرون من الوظائف، اما تقلد منصب فهذا يعتبر واضح انه الاطار التنسيقي او التيار الصدري متعاون مع الاطار التنسيقي وهو بذاته سلمهم الحكومه، فهذه مثلبه ومثلبه كبيره لا اعتقد ان التيار الصدري سيقع فيها. واي شخص يقبل بمناصب حتى من المحافظين، الاستاذ علي دواي وكذلك محافظ النجف، اذا قبلوا احتمال حتى يطردهم التيار الصدري من العمليه السياسيه.